دعا المواطنون في مدينة تكريت أجهزة رقابية إلى معالجة ظاهرة التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة، فقد برزت هذه الظاهرة منذ سنوات عدة واستفحلت عندما لم تجد رادعا لها. وأكد المواطنون أن مع التوجهات الجديدة للدولة وحكومة صلاح الدين، فإن هذا الملف يجب أن يكون ضمن أولويات متابعتها اليومية وإنهاء الظاهرة، مبينين أن التخطيط العمراني للمدن يعد ذو قدسية كونه يضمن التوزيع المكاني والجغرافي للسكان والمدن الصناعية والبيئية وغيرها، وهذا يتطلب منع ورفع أي حالة تجاوز خارج التخطيط المعتمد والمقرر من الدولة.